طيب النهارده كان في تدريب استعداد لمباراه المقاولين العرب، نرجع شويه للشان المحلي وازاي الاهلي بيستعد للمباريات المحليه. الجهاز الفني على طول اغلق ملف مباراه طبعا البنك الاهلي بعد التعادل السلبي في هذه المباراه وما صحابته طبعا هذه المباراه من قرارات غريبه، لكن عندك استعداد لمباراه المقاولين. المقاولين بعد نتائج سلبيه فاز على الاسماعيلي بقياده عماد النحاس، عنده استعداد طبعا مختلف لمباراه الاهلي. والنهارده كان في تدريب في تفاصيل كتير وفي اخبار كتير، لذلك اذهب مباشره الى ملعب مختار التتش بالجزيره مع الزميل العزيز فاروق صلاح عشان عنده كل التفاصيل ويطمنا على مجموعه الاخبار اللي موجوده معانا النهارده، خاصه النهارده في كذا معلومه لكذا لاعب محتاجين نعرف تفاصيل اكتر من خلال زميلنا فاروق صلاح. مساء الخير يا فاروق. مساء النور عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طيب اسمع منك الاخبار الرسميه واعلنها النهارده النادي الاهلي او جهاز الكره بقياده الكابتن سند الحفيظ مساله غياب وليد سليمان، لا قدر الله هتبقى الغياب فتره شهر، ممكن ما يكونش موجود في كاس العالم للانديه لان المده هتكون طويله. محمد مجدي قفشه في كلام ان هو تعرض لكدمه خلال تدريب اليوم، عايزك تطمنا عليه وباقي الاخبار المتعلقه بتدريب النهارده قبل مواجهه المقاولين يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله. خليني يا محمد في البداية أخد من كلامك إن بالفعل يعني النادي الأهلي والجهاز الفني أغلق صفحة المباراة الأخيرة أمام البنك الأهلي، ولكن مع الوقوف على بعض الإيجابيات والسلبيات، وكانت يعني من النقاط المهمة جدا اللي مستر بيتسو موسيماني في حديثه النهاردة في اجتماعه مع اللاعبين إن هو عرض بعض لقطات الفيديو للاعبين وبعض الأخطاء اللي وقع فيها لاعبي النادي الأهلي في اللقاء الأخير، يعني الفريق أغلق صفحة اللقاء من حيث النتيجة والتركيز في المرحلة القادمة، لكن هناك بعض الإيجابيات والسلبيات اللي مستر بيتسو موسيماني حرص ان هو يتكلم فيها مع اللاعبين، تجنب بعض الاخطاء اللي الفريق وقع فيها في هذا اللقاء، ايضا يعني كان جزء منه كمان ارتكز النهارده في التدريب على كيفيه ضرب التكتلات الدفاعيه وتنويع الاختراقات سواء من العمق او من عن طريق اطراف الملعب، تركيز شويه على اللعب ما بين الخطوط وما بين لاعبي الخطوط كانت من الامور المهمه جدا اللي مستر بيتسو موسيماني يعني كان حريص ان هو يتكلم فيها مع اللاعبين. ايضا التحضير لمباراه المقاولون العرب، مباراه مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي، طبعا احنا مقبلين على مرحله صعبه محمد، مباراه المقاولون ثم مباراه بيراميدز ثم خلاص يعني زي ما انت استعرضت قرعه كاس العالم للانديه ومواجهه فريق الدحيل في المباراه الاولى. مستر بيتسو موسيماني النهارده يعني التدريب يعني انطلق المرام بجزء من الجانب البدني مع كابيلو مخطط الاحمال، استغرق لمده يعني اكثر من نصف ساعه، تركيز برضو على بعض الجوانب البدنيه للاعبين كانت معظمها بالكره، تعرف الاحماء او الفقرات البدنيه النادي الاهلي بينوع فيها ان هي بتكون بالكره، ثم انطلق المران مستر بيتسو موسيماني والجانب الخططي اللي ركز فيه مع اللاعبين زي ما قلت لك يا محمد على كيفيه ان انا اضرب التكتلات الدفاعيه اللي يعني اللي نقدر نقول ان في مباراه البنك الاهلي ادت يعني درس استفاده للفريق النادي الاهلي ان انا ازاي هواجه بعض الفرق اللي بتلعب بيه التكتلات الدفاعيه. النهارده يعني نقدر نقول جونيور اجاي بيشارك في المران بشكل اكثر من رائع، واحد من اللعيبه اللي خلاص النادي الاهلي بيستعيدها في الفتره الاخيره. عايز اطمنك على وليد سليمان، يعني من ضمن الاخبار والكلام اللي قيل وصرح النادي الاهلي ان وليد سليمان اصيب بتمزق في العضله الخلفيه، يعني مده الاصابه يا محمد مش هتقل عن 4 اسابيع، يعني هتبقى من شهر لشهر ونصف، بدءا من الغد وليد سليمان هيبدا مرحله التاهيل والعلاج الطبيعي. خلاص كابتن سعد عبد الحفيظ صرح لنا ان وليد سليمان مش هيبقى موجود مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، اعتقد يعني خساره كبيره للنادي الاهلي عدم وجود وليد سليمان، واحد من العناصر المهمه لفريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق في الفتره القادمه ويعود بكل قوه للنادي الاهلي. اطمنك على محمد مجدي قفشه، يعني اثناء المران كان محمد مجدي قفشه شعر بكدمه، كان في كره مشتركه وكدمه بسيطه، لكن كان ليا حديث يعني فضل الجهاز الطبي ان هو يريحه من الاستكمال المران، كان ليا حديث مع الدكتور احمد ابو عبله طبيب الفريق اللي اتكلمنا على اصابه، قال لي الامور كويسه ما فيهوش اي حاجه وان شاء الله هي كدمه بسيطه وان شاء الله من الغد يعني الامر ما فيهوش اي مشكله، من الغد من التدريب الاخير قبل مباراه المقاولون هيكون موجود في المران غدا بمشيئه الله. انا اطمنك عليه الموضوع بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه، ان شاء الله قفشه هيكون موجود في المران غدا وان شاء الله هيكون موجود في قائمه النادي الاهلي مباراة المقاولون العرب. خلال المران برضه يا محمد كان في تركيز من مستر بيتسو موسيماني وجلسه كده اثناء المران، يعني كان المران شغال ولكن استوقف هو محمود عبد المنعم كهربا
في حضور موسي محلل الاداء والدكتور عمرو محب. يعني جلسه او تقدر تقول استمرت لاكثر من 7 ل 10 دقائق. مستر بيتسو موسيماني كان بيدي تعليمات بعض الجوانب الخططيه لكهرباء في المران وايضا استغلاله في المرحله القادمه. يعني حديث امتد لاكثر من 7 دقائق او 10 دقائق مع بعض يعني الشرح. انت عارف بلغه الكوره ولغه الاشارات يا محمد بيبان. كان موسي برضو كان يعني مشارك في الحوار ان هو بيوضح بعض الامور لمستر بيتسو موسيماني والكهرباء سواء في الاختراقات اللي بتبقى عن طريق العمق او عن طريق ان انا بتطرف خارج الملعب. تعرف يا محمد لغه الكوره ولغه بتبان. أكيد. من النقاط المهمه جدا برضو محمد اللي اتكلمنا عليها العمليه ان مستر بيتسو موسيماني حاول ينوع شويه بقى في الاثنين اللي بيلعبوا في خط الوسط. يعني عمل تقسيمه بطول الملعب ما بين فرقين. طيب شفنا ثنائيه ما بين عمرو السلي. اتفضل. اجايي شارك في التقسيمه، شارك في المران الجماعي ولا بيكتفي بتدريبات جس يعني حول الملعب بس؟ يعني دخل في المران الجماعي تدريبات الكره. عايز اطمن على الحاله اللي وصل لها اجايي عشان امكانيه ضمه للقائمه النهائيه قبل 22 يناير. لا بالفعل يا محمد زي ما وضحت لك ان جونيور اجايي شارك في المران وشارك في التقسيمه، شارك في المران كاملا النهارده. تمام. وشارك في التقسيمه كامله وكان بعض الامور اللي مستر بيتسو موسيماني والتعليمات بيديها لجونيور اجايي. لا يعني انا اطمنك ان جونيور اجايي ان شاء الله خلاص موجود مع فريق النادي الاهلي النهارده. من النقاط المهمه جدا ان هو شارك بصوره كامله في التقسيمه لحد نهايه المران يا محمد. طيب زميلي العزيز فاروق صلاح انا بشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات والايضاحات من ملعب التتش، وألف مليون سلامة على وليد سليمان طبعا.